في هذه المهنة في مقتل؟ بكل وضوح طالب صحفي الأردن برد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب. وقفة احتجاجية دعا إليها عدد من الصحفيين لإيصال رسالة واضحة تفيد بعدم المساس بحرية الصحافة بالأردن. نفذت الأسرة الصحفية هذه الوقفة لنعلن عن موقف واضح بأن الجسم الصحفي كله يرفض هذا التشريع العرفي، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رفضا قاطعا. مشكلتنا مع المسودة كاملة وليس مع بند أو اثنين أو نص هنا أو هناك. مشكلتنا مع هذا التشريع العرفي، مشكلتنا مع العقلية التي صاغت هذه النصوص السالبة، هذه النصوص التي تتعدى على الحقوق والحريات. القانون الجديد اعتبره البعض تقييدا للحريات وتكميما للأفواه، خطوات تصعيدية جديدة للضغط على مجلس النواب برد القانون أو إجراء تعديلات جوهرية. مشروع القانون المرسل من الحكومة لمجلس النواب يتضمن مواد سالبة للحريات، فيه مواد تجرم الصحفي والمواطن على حد سواء بغرامات مالية باهظة تصل إلى 50,000 مع التدرج طبعا، بالإضافة لعقوبات بالسجن من 3 أشهر لثلاث سنوات، وهذا بحد ذاته يحد من رسالة الصحفي الإعلامية وتسليطه على مواضع الخلل والإعوجاج والاختلالات في المجتمع. ليس ببعيد عن النقابة، ففي مجلس النواب تجري مناقشات مستفيضة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق حماية كاملة للمجتمع. مجلس النقابة وعلى عجلة اجتمع مع رئيس المجلس بجلسة مغلقة، قدم خلالها مطالعاته القانونية واعتراضاته على بعض البنود التي تعيق العمل الصحفي. مطالبات حول سحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أو إجراء تعديلات جوهرية على بنوده بما يضمن حرية التعبير، جدل حول تطبيقه حماية للمجتمع أو إجراء تعديلات تكفل حرية الصحافة والإعلام بالأردن. وبين هذا وذاك يبقى القرار بيد المشرع الأردني. غيث الرقاد، الغد، عمان.